السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هناخد محاضرة البروتوزوا. ايه هي البروتوزوا؟ البروتوزوا بالعربي يعني الاوليات اللي خدتوها زمان في المدرسة. لو حبيت اعرف البروتوزوا هقول عليها ايه؟ هقول عليها انها خلية واحدة تقدر تقوم بكل وظائف الحياة. يعني it is a unicellular microorganism capable of performing all function of life. ايه الفانكشن اوف لايف اللي مهمه في الحياه؟ تنفس respiration, nutrition تغذيه, وبالتالي excretion اللي هو الاخراج, movement وreproduction تكاثر. البروتوزوا دي اصغر وابسط فورم اوف بارازايتس ممكن تقابله. بتتكون من structure من cytoplasm ونيوكليوس. السيتوبلازم كان بي ديفرنشيتد لاكتوبلازم خارجي واندوبلازم. الاندوبلازم ممكن يكون contains الاورجانيلز العاديه اللي ممكن اللي خدوها في الهيستولوجي. لو اتكلمنا عن السيتوبلازم هنبدا الاول بالاكتوبلازم. وظيفته الاساسيه البروتكشن واللوكوموشن اللي هي الحركه. ممكن كمان يشارك في الانجيشن اوف فود, الاكسكريشن اوف ويست برودكت, الريسبيريشن, بالاضافه للوظيفتين الاساسيه اللي هي البروتكشن واللوكوموشن. بينما الاندوبلازم بيختص بالميتابوليزم والريبرودكشن. الاندوبلازم بالاضافه لاحتوائه على الاورجانيلز اللي قلنا عليها ممكن يحتوي على فود فاكيولز, ده بتحتوي على الفود ديورينج دايجيشن, والفولاتاين جرانيولز دي فور ستورج اوف فود, يعني دي تخزين الاكل. ممكن تبقى في ان فورم اوف جلايكوجين فاكيولز او كروماتويد بودي. الاكسكريتوري فاكيول دي وسيله للاكسكريشن. الويست برودكتس بياخد الويست برودكتس في الفاكيول دي وتبقى ديسشارج ثرو ذا ميمبرين تو ذا اوتسايد. نيجي للنيوكليوس. النيوكليوس كونتيننج الدي ان اي بتاع البارازايت, يعني كونسرند ويز ريبرودكشن. بتتكون من النيوكليار ميمبرينز, النيوكلوبلازم اللي هو النيوكليار ساب, والكروماتين. انواع النيوكليوس نوعين مفيش غيرهم, فيزيكولار نيوكليوس وكومباكت نيوكليوس. الكومباكت نيوكليوس دي عامله زي كوره البولينج, كلها ميه واحده, كل النيوكليوس فيها الكروماتين او الدي ان اي بتاعها كله هوموجينس, كله زي بعض. لكن الفيزيكولار نيوكليوس عباره عن الكروماتين. الكروماتين بيبقى كونسنتريتد في وان ماس اللي هي اسمها الكاريوزوم, او ديستريبيوتد between the karyozoom will nuclear membrane, the inner surface of nuclear membrane, peripheral chromatin. تمام؟ ايه الانواع اللي ايه example للفيزيكولار نيوكليوس اللي انت ميبا اشهرهم؟ واشهر واحدة للكومباكت نيوكليوس وما فيش غيرها البلانتيديم كولاي, وبتيجي كتير في اسئلة الامسكيو. قدامنا دلوقتي ده الاكزامبل بتاع الكومباكت نيوكليوس اللي مشاور عليها السهم اللي لونها ازرق, ميه واحده, مفيش حته فاضيه او فراغ فيها من الكروماتين. دي الكومباكت نيوكليوس والاكزامبل الوحيد بتاعها البلانتيديوم كولاي. طيب لو قلنا بالنسبه لعدد النيوكلياي, انا عندي بارازايت وان سيل ممكن تبقى فيها سنجل نيوكليوس زي ترايكومونس سبيشيز, ودبل ممكن زي الجيارديا والبلانتيديوم سبيشيز, او سيفرال اكتر من اثنين زي السيست ستيج اوف انتميد سبيشيز. دلوقتي هنفصل وظيفتين البروتوزوا كابابل اوف بيرفورمينج اتس تقدر تقوم بيها. اول واحده لوكوموشن, تاني واحده الريبرودكشن تكاثر, لان دول على اساسهم هنعمل كلاسيفيكيشن للبروتوزوا. طيب نبدا باللوكوموشن. البروتوزوا عندي ممكن تتحرك بخمس انماط, بتستخدم فيهم اعضاء او اورجانيلز مختلفه. اول واحده بتتحرك بالسودو بودي الاقدام الكاذبه, تاني واحده بتتحرك بالفلاجيليت الاصوات, ثالث واحده بتتحرك بالسيليا اللي هي الاهداب, رابع واحده بتتحرك بحركه اسمها تويستنج اند جلايدنج اللي هي حركه دوديه, حركه الدوده, خامس واحده اللي هي ما بتتحركش اصلا. طيب لو بدانا بالسودوبوديا, السودوبوديا دي هي بالعربي اسمها الاقدام الكاذبه, دي عباره عن بروتروجن اوف اكتوبلازم فولود باي اندوبلازم
leading to amoeboid movement. عامل كده زي الفتاء كده الصغير او البروتروجن البروز في الاكتوبلازم وبيسحب مع الاندوبلازم فبتتحرك دي زي القدم زي الرجل. اشهر مثال ليها وده بيجي في الاسئله كتير الانتاميبا تروفوزويد. الانتاميبا تروفوزويد تاني نمط بيتحرك بالفلاجيلات الاصوات. ايه هو الفلاجيلوم؟ ده ثريد لايك اورجانيز arise from basal granule in the cytoplasm اسمه كاينيتوبلاست. لو تفتكروا الكروماتين مات الكونسنتريتد اسمها كاريزوم، لكن البيزال بودي اللي طالع منه الفلاجيلوم هنا اسمه كاينيتوبلاست. العدد بتاع الفلاجيلا بيختلف، ممكن يبقى سنجل واحد زي التربانسوما او من 3-5 زي الترايكومونس او ممكن 8 جيردي. تمام، ندخل في ثالث واحدة اللي هي السيليا الاحداب ودي عاملة زي رمش العين. ده نيوميروس شورت هير لايك ثريد شبه رموش العين كفرينج ذا هول اورجانيزم مغطية كل البودي. الاكزامبل بتاعها البلانتيديوم ودي برضو الاكزامبل الوحيد اللي عندي في الكورس كله في الموديول كله اللي هي البلانتيديوم كولاي. دي تاني مرة اسمع كلمة بلانتيديوم كولاي، سمعتها مرة الاول مرة امتى؟ سمعتها ساعة ما قلنا الاكزامبل اوف كومباكت نيوكليس. الرابع نمط للموفمنت اللي هي البارازايت اللي بتتحرك بالجلايدنج اند تويستنج. دي البارازايت بتفرد وتثني نفسها زي الدودة بالظبط عن طريق اورجانيل اسمه مايونين. الاكزامبل بتاع الجلايدنج اند تويستنج بارازايت اسمه توكسوبلازما وساركوسيست. في بارازايت بقى ما بتتحركش خالص ودي عشان متشاله على موجوده او انهبت اورجان بتتحرك زي الار بي سيز مثلا. والاكزامبل بتاعها الاريثروسيتيك ستيج اوف بلازموديا. تم وظيفه للبروتوزوا كيبابل اوف بيرفورمينج ات ريبرودكشن ودي فهمها مهم جدا عشان نفهم اللايف سايكل بتاعه كل بروتوزوا. بتنقسم لأسيكشوال وتحتها أربع أنواع وسيكشوال وتحتها نوعين. الأسيكشوال ريبرودكشنز أربع أنواع، أول واحدة فيهم السيمبل بينري ديفيجن ودي ببساطة شديدة وان سيل بتتقسم لاثنين بتبدأ من الممبرين وتنتهي من للممبرين تعمل لي تو كومبليتلي سيبريتد انديفيدوال. طيب خط التقسيم لو كان لونجيتودينال بالطول يبقى ده بيحصل في الفلاجيليت، لو خط التقسيم بالعرض ده بيحصل في السليات اللي احنا قلنا الاكزامبل بتاعها الوحيد ايه البلانتيديوم كولاي، او ان اني دايركشن زي الاميبا الانتاميبا هيستوليتيكال انتاميبا كولاي اللي هي الحاجات اللي بتتحرك بالسودو بودي. تاني طريقه للريبرودكشنز الاسيكشوال ان النيوكليوس يحصل لها ديفيجن تو سيفرال فراجمنت تتكسر لاجزاء كتير followed by division of cytoplasm forming a new individual. الانديفيدوال الصغير الموجود جوه السل الكبيرة دلوقتي اسمه ميروزويت والسل الكبيرة اسمها شايزونت. في مرحلة ما اما الشايزونت يبقى mature enough بيرابشر ويطلع الميروزويت. تاني الشايزوجوني عبارة عن ان النيوكليوس الوان نيوكليوس يحصل لها division multiple into a multiple fragments كل fragment تاخد جزء من السيتوبلازم اللي بيحصل له fragmentation هو كمان ويعمل له new individual اسمه ميروزويت جوه السيل الأصلية اللي هي هتتسمى هنا في الحالة دي شايزونت. فأول ما الشايزونت يبقى mature enough هيحصل له rupture ويريليز a new individual اللي هم الميروزويت. الاكزامبل بتاعها في البلازموتي الاندودايجونال انترنال بودينز بيحصل ان دبل بودز صغير بيطلع من المذر سيلز ويعمل لي تو انديفيدوال اكزامبل ليها التوكسوبلازما. اما السيست فورميشن وده اخر نوع من الاسيكشوال ريبرودكشنز بيحصل ان البروتوزو اندر انفيفربل كونديشن يعني لو الظروف مش ملائمه لتواجد البارازايت ده سواء تمبريتشر او هوميديتي او اي ظروف إن كانت الاورجانيزم بيعمل سيست وول والنيوكليوس بيحصل لها ديفيجنز وتعمل لي سيست اكزامبل بتاع الانتاميبا. ندخل في السيكشوال ريبرودكشنز وقسمناها لاثنين، اول واحده جاميتوجوني والثانيه كونجوجيشن. الجاموتوجوني بيحصل ميتنج ما بين تو سيلز، اول واحده في ميل سيلز
وهي كبيرة هنسميها ماكرو جاميتو سايت. والتانية الميل سيلز، الميل سيل صغنونة وغلبانة مايكرو جاميتو سايت، مايكرو جاميتو سايت. هيحصل الميتنج هيكونني نيو سيلز هسميها الزيجوت. الزيجوت ده فيه منه نوعين، واحد موتايل واحد ام موتايل او نان موتايل. الموتايل هسأقول عليه الاوكاينات، الاثنين بيحصل لهم ديفلوبمنت ويعملوا لي الاووسيست. بينما الكونجيجيشن ده النوع الثاني من السكشوال ريبرودكشنز، عندي تو سيلز هيتقابلوا بشكل مؤقت تمبر يونيون ويتبادلوا، كل واحد فيهم ياخد جزء من الدي ان ايه من النيوكليير ماتيريال بتاعه الاذرز انديفيديوال، فبيكون لي انيو سيل. ده الاكزامبل الوحيد بتاع السيليت اللي هي خلاص حفظنا البلانتيديوم كولاي. الصورة هنا بتبين البينري فيجن على اول صف اللي هو اللينجوتيدونال، الخط الانقسام لينجوتيدونال، واخر صف خط الانقسام ترانسفيرس الاكزامبل بتاع البلانتيديوم كولاي. اللي في النص اللي هو البودينج ازاي بيعمل لي سمول بودينج، بعد كده بيفصل خالص من المذر سيل وبيعمل لي نيو انديفيدوال. الكلاسيفيكيشن اوف بروتوزوان عندي تو كلاسيفيكيشن، اول واحد اكوردنج تو ذا اورجان اوف لوكوموشنز ازاي البروتوزوا بتتحرك، ثاني واحد اكوردنج تو هابيتاتس هي موجوده فين في جسم الانسان. اول واحده سهله احنا خلاص قلناهم قبل كده، الحاجات اللي بتتحرك بالسودوبوديا هنسميها كلاس ريزوبودا اللي هي بين قوسين الاميبا، والحاجات اللي بتتحرك بالسيليا هنسميها كلاس سيليات. الثالثه كلاس زوماستيجوفورا ودي اللي بتتحرك بالفلاجيليت، والرابعه كلاس سبوروزوا والكوكسيديا دي الموف باي جلايدنج، الحاجات اللي ما بتتحركش خالص اللي هي البلازموديا. بالنسبه للكلاسيفيكيشن اكوردنج تو هابيتات هنقسمها الانتستينال بروتوزوا، بلاد بروتوزوا، تيشو بروتوزوا، بكال بروتوزوا، ويوروجينيتال بروتوزوا. الانتستينال بروتوزوا دي اللي موجوده في الجي اي تي، البلاد بروتوزوا دي اللي موجوده في السيركيولاتوري سيستم، والتيشو بروتوزوا دي الموجوده في التيشو ديفرنت تيشو، والبكال بروتوزوا دي اللي موجوده في الماوس والبكال كافيتي، واليوروجينيتال بروتوزوا دي اللي موجوده في اليوروجينيتال سيستم، تشمل واحده بس اللي هي الترايكوموناس فيجينالس. بقيه الحاجات كلها هناخدها بالتفصيل في الشرح، فهنعرفهم بعدين. لو حبيت تتكلم اي سبيسيفيك على اي بارازايت او بروتوزوا موجوده معايا في محاضره النهارده، او اي بارازايت موجود في كل الباراسايتولوجي، لازم الم في خمس حاجات اساسيين ومهمين جدا. اول حاجه فيهم الهوست. الهوست ايه؟ العائل، سواء فاينل او انترميديت هوست. ايه هو العائل اللي بيصيبه البارازايت ده؟ الهابيتات، المكان او الاورجان اللي موجود جوه البارازايت، اللي بيبقى موجود جوه البارازايت جوه العائل. الدياجنوستيك ستيج، الستيج اللي انا بوجودها بشخص بيه الطفيل. الانفكتيف ستيج، الستيج اللي بتصيب الهوست الفاينل هوست فبتجيب له العدوى، والمود اوف انفكشن طريقه العدوى. ولازم افرق ما بين الانفكتيف ستيج والمود اوف انفكشن. اما اقول لك انا عايزه الانفكتيف ستيج، او السؤال يقول لك الانفكتيف ستيج، لازم تقول لي مرحله، تقول لي شكل من اشكال الطفيل. المود اوف انفكشن ده الفعل، ازاي الانفكتيف ستيج بتوصل للهوست. يعني مثلا هقول لك دلوقتي هنتكلم عن الانتاميبا هيستولوتيكا. الانتاميبا هيستولوتيكا ده اول واحده في الانتستينال بروتوزوا، انتستينال بروتوزوا. الانتاميبا هيستولوتيكا بتصيب الهيومن، ملهاش ريزرفوار هوست، بتعمل لي ديزيز اسمه اميبايسس. الهابيتات بتبقى موجوده في اللارج انتستين جوه الهيومن، تحديدا في اللارج انتستين هي بتحب السيكم والسجمويد كولوم والريكتال ريجن اوف مان. بس احيانا
تطلع بره تعمل لي ألسر وتخترق جدار الأمعاء وتروح للليفر واللونج والبرين كوزينج حاجة اسمها إكسترا انتستينال أميبايسس إكسترا انتستينال أميبايسس أو أميبيك أبس. الدياجنوستيك ستيج عبارة عن السيست أو التروفوزويت. الانفكتيف ستيج كوادري نيوكليتيد سيست. المود اوف انفكشن احنا هنا قلنا الانفكتيف ستيج حاجة اسمها كوادري نيوكليتيد سيست كوادري نيوكليتيد سيست. المود اوف انفكشن ازاي دخل الكوادري نيوكليتيد سيست جوه جسم الانسان عشان يوصل لللارج انتستين. اول حاجة ايتينج رو فيجيتابلز سلطة خضرة جواها الخضار ده مش مغسول كويس وجواه الكوادري نيوكليتيد سيست او درينكينج ووتر او المية ملوثة بالكوادري نيوكليتيد سيست او فلاي والفود هاندلر الناس اللي بتتعامل مع الاكل في المطاعم او اللي بيغلفوا اكل والدبان ممكن ياخد الكوادري نيوكليتيد سيست لانها صغيرة بالميكرون في رجليه ويحط على الاكل المكشوف اللي هو باختصار فيكو اورال. المورفولوجي اوف انتاميبا هيستولوتيكا ستيجز عندي تو ستيج التروفوزايت اللي هو الاسم والفيجيتيتيف فورم والسيست. التروفوزايت المهم من المفترض انكم اخدتوهم في سكاشن العملي بس هنقولهم باختصار. التروفوزايت السيتوبلازم كليرلي ديفرنشيتد تو اكتوبلازم وانتوبلازم والنيوكلياس بتبقى فيزيكولار وده اللي قلنا عليها في الاول اللي هي عكس الكومباكت. الكاريوزوم اللي هي الكونسنتريتد كروماتين بيبقى سنترال في النص بالظبط والبريفرال ديستريبيوتد سمول كروماتين دوتس على النيوكليار ميمبرين وفي فود فاكيولز كونتيننج ار بي سيز الفود فاكيولز كونتيننج ار بي سيز. السيست بيبقى راوندد سيست وول انت ما بحصلاتك عن مورفولوجي من المفترض انكم اخدتوها في معامل العملي في سكاشن العملي. هي بتنقسم لتو ستيجز تروفوزايت الفيجيتيتيف فورم والسيست. التروفوزايت بيبقى السيتوبلازم كليرلي ديفرنشيتد تو اكتوبلازم واندوبلازم النيوكليس بتبقى فيزيكولار والكاريزوم بتاعها سنترال والسيتوبلازم كونتيننج فود فاكيولز فيها ار بي سيز بينما السيست بيبقى rounded containing four nuclei vesicular with central karyosomes rounded by six cyst wall. دي اشكال للتروفوزايت with different testin مبينة الفيزيكولار نيوكليوس والirregular shapes of تروفوزايت اللي هو المفروض فيه سودوبوديم وcentral karyosomes. من ضمن العيلة اللي بتتحرك بسودوبوديا انا عندي في حاجة اسمها بوتينشال ليبوسوجينيك فري ليفينج اميبا. دي اميبا انواع من الاميبا اللي بتتحرك بسودوبوديا نورمال انهبيتنس اوف سويل اند ووتر الطبيعي بتاعها انها عايشة في المية والتربة وبتتغذى على البكتيريا لكن بعض انواع منها لو جات لها الفرصة تصيب الانسان بتصيبه وبتعمل له مشاكل كبيرة جدا وهم بينقسموا لتو جينيريا لنوعين كبار تحتهم انواع تانية. اول نوع اسمه ناجليريا والنوع التاني اسمه اكانساميبا. الناجليريا بتصيب الانسان وبتسبب له برايمري اميبيك منينجيو انكفالايتس والنوع التاني بيعمل لي تلات حاجات ممكن يروح للبرين ويعمل لي جرانيولوميتس اميبيك انكفالايتس وممكن تروح السكين وبتعملي جرانيولوميتس سكين ليجن
وممكن تروح الاي وبتعمل في القرنيه وتعمل لي اميبيك كيراتايتس. تاني نجليريا بتعمل لي برايمري اميبيك منينجيو انكفالايتس، بتروح للمنينجي والبرين وبتعمل لي برايمري اميبيك منينجيو انكفالايتس. التاني نوع الاكانساميبا بيعمل لي جرانيولوماتوس اميبيك انكفالايتس، بتروح البرين او تروح السكن تعمل لي جرانيولوماتوس سكن ليجن، او تروح الاي وتعمل لي اميبيك كيراتايتس. النجلاريا فلوراي او الوحدة في البوتنشال بسوجينيك اميبا بتبقى موجودة في 3 فورمز، تروفوزويت اموبويد فورم وفلاجيليت فورم وريزيستنت سيست فورم. اول وحدة تروفوزويت او الاموبويد فورم ده اللي بيعدي الانسان واسمه الانفيزيف ريبرودكتيف فورم، ده اللي بيتكاثر وبيعدي الانسان. شكلها بير شيبد عامله زي الكمثرى ويز برود انتيرير اند تابرد بوستيرير انت with blunt single pseudobulbia، وعندها بس single pseudobulbia واحدة بس. The nucleus is vesicular with a large central karyosome زي الانتاميبا هيستولوتيكا بس ما فيهاش peripheral كروماتين. طب الفلاجيليت فورم بنسميها transient non-dividing non-feeding form عكس التروفوزويت اللي فوق الاموبويد. transient يعني بتبقى بشكل مؤقت، non-dividing ما بتتكسرش، و non-feeding form شبه بالضبط التروفوزويت الاموبويد اللي فوق، بتبقى بير شيبد ليها تابرد انتير اند وليها برود انتير اند وتابرد بوستير اند وليها سنجل فيزيكولار نيوكليوس والسنترال كاريزومز. بس تزيد هنا ان ما عندهاش السودوبودي، عندها مكانها تو فلاجيلي ات ذا برود اند. تالت فورم اللي هي ريزيستنت سيست فورم، فاكرين لما قلنا في الفورم اوف اسيكشوال ريبرودكشن سيست فورميشن اندر انفيفربل كونديشن، هنا بالظبط بيحصل اندر انفيفربل كونديشن الاموبويد فوق ستيج او الفورم عندي في النجليريا بتترانسفورم تو فلاجيليتد فورم ذن سيست ستيج. سيست فاوند ان نيتشر اند ان كلتشر نيفر ان هوست تيشو، السيست ده مش بلاقيه في الهيومن ابدا بس بلاقيه في النيتشر في السويل والووتر، وممكن الاقيه في الكلتشر لو زرعت البارازايت اللي عزلاه من انسان وحطيته في كلتشر، في الكلتشر هيتحول لسيست فورم. اموبويد فورم كان تيرن انتو ا تمبرري فلاجيليتد فورم ويتش يوجوالي ريفرس باك تو اموبويد ستيج. فاكرين الفلاجيليتد فورم ان احنا قلنا انها ترانزيت، بيتحول من الاموبويد بيتحول للفلاجيليت، والفلاجيليت ممكن يرجع تاني للاموبويد فورم. نقول بقى المعلومات الأساسية اللي احنا قلنا الخمس حاجات الأساسية اللي المفروض أعرفها عن النجليريا فلوراي. أول حاجة إنها موجودة في الطبيعة في الفريش ووتر في الماء العذب وفي التربة وفي الهيتد سويمينج بول حمامة السباحة اللي بتتسخن والسويج المجاري، اللي هي الهوست بتاعها في الهيومن والهابيتات السريبروسباينال فلويد والتشو، تبقى موجودة في البرين والسريبروسباينال فلويد. الانفكتيف ستيج التروفوزويت أور سيست، والدياجنوستيك ستيج الاموبويد فورم اند تمبرري فلاجيليتد فورم، الاموبويد فورم اند تمبرري فلاجيليتد فورم اللي احنا شرحناهم من شويه. البورتال اوف انتري بتدخل ازاي بقى المول اوف انفكشن، التروفوزويت اور سيست انفكت هيومن اور انيمال باي انهاليشن اور اسبيريشن اوف ووتر اور داست كونتينينج ذا اورجانيزم، هي اصلا موجوده في الفريش ووتر في حمامات السباحه. اما الانسان يعمل aspiration of water or dust containing the organism، the organism then penetrates the olfactory neuroepithelium and reach up the brain، بتخترق بتوصل للنوز وبتخترق الolfactory neuroepithelium septum وتوصل للبرين directly. تاني نوع من البوتنشيال free living اميبا اكانساميبا سبيشيز، ودول انواع كتير بس احنا هنتكلم عليهم جنرالي. مورفولوجيكلي هم نوعين على عكس النجليريا اللي كانت ثلاث انواع، عندي الاموبويد فورم والسيست فورم. الاموبويد فورم التروفوزويت بتاعها زي النجليريا بالظبط بس لارجر انسايد، وكمان السودوبوديا بتاعتها عامله زي الاشواك سباين لايك، عشان كده سميناها اكانسابودا او اكانساميبا. اكانسابودا يعني شوكي. نيجي للسيست الريزيستنس سيست، بيبقى راوندد وذ دبل سيست وول وبيبقى رينكلد مكرمش.
النيوكليوس بتاعته سنجل والسيميلر زي التروفوزويت يعني فيزيكولار ويز لارج سنترال كاريزوم. وفي الشكل اديكم شايفين التروفوزويت اللي هو على الشمال عامل زي الاشواك والنيوكليوس بتاعته فيه لارج سنترال كاريزوم فيزيكولار نيوكليوس وفي فود فاكيولز. والسيست على ناحية اليمين رينكلد الاوتر سيست وول بيبقى رينكلد مش منتظم مش دائري منتظم. لكن تريبا نسترجع المعلومات الاساسيه بتاعتها هي موجوده بقى التروفوزويت الفري ليفنج تروفوزويت انسيست موجودين في السويل والفريش والسي ووتر موجوده في التربه وفي الميه المالحه والميه العذبه في المجاري والكونتاكت لينس اكويبمنت السائل المحلول بتاع العدسات اللاصقه وموجود ده في الفنتيليتنج اند اير كونديشن سيستم في فتحات التهويه والتكييف فتحات التهويه والتكييف. طيب الهولس بتاع الهيومن زي النجليريا الهابيتات سبيريبروسباينال فلويد سي اس اف الاي والسكين ده هنزود عن النجليريا الاي والسكين تيشو. عشان كده في ضمن الباثولوجي الامراض اللي بتعملها في الاول لما قلنا بتعمل جرانيولوميتس كيراتايتس اللي هي الاي والجرانيولوميتس سكين ليجن السكين وتعمل لي اميب جرانيولوميتس اميبك انكفالايتس اللي السريبرال سباينال فلويد. انفكتيف ستيج تروفوزويت الدياجنوستيك ستيج تروفوزويت اند سيست. البورتال اوف انتري انا عندي هي بتصيب ثلاث اماكن البرين والسكين والاي. طيب كان يبقى الانفكتيف ستيج جين انتري ثرو ذا بودي ثرو ذا ريسبيراتوري تراكت ريسبيراتوري تراكت توصل البرين الاي السريتد اور بروكن سكين اند انفيد ذا سنترال نيرفس سيستم باي هيماتوجينس ديسيمينيشن وبتوصل السي اس اف او البرين عن طريق الهيماتوجينس ديسيمينيشن. خلصنا البروتوزوا اللي بتتحرك بالسودوبوديا الريزوبودا هندخل على الفلاجيليت هنقسمهم لانتستاينال يوروجينيتال وبلود انتستاينال ويوروجينيتال وبلود فلاجيليت. اول واحده الانتستاينال فلاجيليت وهناخد فيها واحده بس الجيارديا لامبيا او الجيارديا انتستايناليس وخلاص احنا بقينا خبراء هنسترجع المعلومات الاساسيه بتاعتها. الهوست بتاعي الهيومن وبتبقى اكتر في الاطفال عن الكبار. الهابيتات بتحب الابر بارت اوف سمول انتستين يعني ديودينم والجول بلادر. الدياجنوستيك ستيج سيست والانفكتيف ستيج سيست. المود اوف انفكشن فيكو اورال روت انفكشن باي انجيشن اوف ذا سيست ستيج انفكتيف ستيج ويز فود اور ووتر كونتامينيتد ويز سيست ستيج. المفروض ان العملي اخدناه في السكشن المورفولوجي اخدناه في السكشن بس هنبص بصه سريعه عليه. التروفوزويت عندي على ايد الشمال بيبقى بير شيبد عندي تو فيزيكولار نيوكلياي والساكينج ديسك وفي فور بير اوف فلاجيلي وعندي اكزوستيل الخط اللي في النص. النيوكليا السيست ستيج اللي على ايدي اليمين بيبقى اوفال ويز فور نيوكلياي ات وان بول فور فيزيكولار نيوكلياي ات وان بول وكروماتويد بودي. تاني فلاجيليت عندي اللي هي يوروجينيتال فلاجيليت وهاخد تحتها ترايكومونس فاجيناليس بس المورفولوجي بتاعها ما فيهاش سيست ستيج ودي فيتال ميستيك محدش يقول ان فيها سيست ستيج. تروفوزويت ستيج اونلي انفكتيف ستيج تروفوزويت دايجنوستيك ستيج تروفوزويت اي حاجه تروفوزويت لانها ما لهاش سيست فورم اصلا. المورفولوجي بتاع التروفوزويت بير شيبد with central with single nucleus عند البرود اند فيها اكزوستيل الخط اللي في النص وفيها 3 فلاجيليت من طالعين من قدام انديوليتنج ممبرين اللي هو معرق ده على الجنب والاكزوستيل الخط اللي في النص. نسترجع المعلومات الأساسية عن الترايكومونس فاجينالس شاطرين خلاص. الهوست عندي الهيومن من أور وومن
وما بتصيبش اي ريزرفوار هوست تاني. الهابيتات بتبقى في الفيميل موجوده في الفاجينا واليوريثرا، وفي الميل موجوده في اليوريثرا والبروستيت والسيمينال فيزيكلز. الانفكتيف ستيج والدياجنوستيك ستيج بتاعتي هي التروفوزايت، ما انا ما عنديش سيست ستيج يا جماعه خلاص. طيب الترانسميشنز دي يوروجينيتال، يبقى اول حاجه دايركت كونتاكت ديورينج سيكشوال انتركورس. طيب كونتامينيتد تويليت ارتكلز اند تويليت سيت ممكن تبقى سبب، وانفكتد تولز اند كلوزز، الناس اللي بتستخدم الفوط بعض او الادوات الشخصيه بتاعت بعض ممكن تبقى جد انفكتد. طيب في طريقه ثانيه اللي هو نيو بورن انفنت، الام اثناء الولاده ممكن البيبي يلقط الانفكشن من الفاجينا through birth canal او through birth canal، دي اسمها conatal infection. conatal infection من ضمن الحاجات الانتستاينال في الجاسترو انتستاينال سيستم اللي هناخدها فاميلي ايمليدا. دول الفاميلي ايمليدا دي بتنكلود حاجتين عندي في المنهج، ايزوسبورا وكريبتو اسبريديم. الايزوسبورا فيها نوع اسمه ايزوسبورا هيومنس، سبيشيز اسمه ايزوسبورا هيومنس او ايزوسبورا بيبي. طيب الايميريديا دي كلها بتبقى انتراسيلولار بارازايت اوف انتستاينال ابيثيليوم، يعني موجوده جوه خلايا الانتستاينال ابيثيليوم، ما بتحتاجش انترميديت هوست، يعني وان هوست انفكت اذر، واحد يعدي الثاني على طول من ويزاوت انترميديت هوست. طب ندخل في الايزوسبورا، بس في قاعده نعرفها الاول. فاكرين في السيكشوال ريبرودكشن لما قلنا انه اول واحده اللي هو الجاميتوجني بيحصل ازاي؟ ان في 2-6 سيل، ماكرو جاميت اللي هي الفيميل ومايكرو جاميت اللي هو الميل، يحصل بينهم فيرتلايزيشن ميتنج، يعملوا زيجوت، والزيجوت بعد شويه يبقى النكست ستيج اللي هو الاووسيست اللي انا شايفاه في رقم واحد. بس الاووسيست في معظم الحاجات بيحصل لها حاجه اسمها سبوريوليشن. ايه هي السبوريوليشن دي؟ النيوكليس اللي جوه الاووسيست اللي هي في الشكل ايه قدامكم بتنقسم لاثنين او اي حاجه تاني، يبقى تنقسم. الناتج من الانقسام ده اسمه سبوروسيست. تاني النيوكليس اللي جوه الاووسيست تنقسم والناتج من الانقسام ده يبقى سبوروسيست. طيب جوه السبوروسيست ممكن تاني ينقسم، الناتج من الانقسام جوه السبوروسيست اسمه سبوروزويت. فانا لو هحب اوصف اي اووسيست حصل له سبوريوليشن هقول ايه؟ هقول مثلا داي سبوروسيستيك تترازويك، داي سبوروسيستيك اللي هم الكبيره الدايره الكبيره اللي جوه الاووسيست، داي يبقى انا عندي تو سبوروسيست، تترازويك يعني عندي اللي جوه السبوروسيست في أربعة، تترا يعني أربعة، أربعة سبوروزويت، تمام؟ طيب الأيزوسبورا هيومنس دي الهوست بتاعي، لو قلنا الخمس حاجات بتوعنا، الهوست بتاعي في الهيومن، سبيشال إميونو كومبرومايزد، دي زي الأبورتونيستيك إنفكشن، بتيجي في الإميونو كومبرومايزد أكتر. طيب الأوسيست المورفولوجي بتاعي على السريع كده، الأوسيست بتاعي سبوريليتد اووسيست اللونجيتد الابسويدال يعني مطول اوفر، ذا سايز ار 25-35 مايكرو. الاووسيست ايه بقى؟ كونتين تو سبوروسيست، اتنين كبار كل واحده فيهم جواها فور سبوروزويت. فانا لما اجي اوصفه اقول داي سبوروسيستيك تترازويك، داي سبوروسيستيك تترازويك، وده مهم. طيب دلوقتي احنا عرفنا حكايه السبوريوليشن، الاووسيست بيحصل سبوريوليشن ازاي. مهم جدا نعرف السبوريوليشن ده حصل فين، هل حصل within the host or outside the host، ده مهم، ومهم في الامتحانات ومهم في الاسئله، وهيفرق معانا عشان نعرف الديجنوستيك ستيج والانفكتيف ستيج. طيب نسترجع الخمس حاجات بتوعي بتوع كل بارازايت، البيزك بتاع كل بارازايت، الهوست قلنا الهيومن سبيشال اميون كومبرومايزد، بس معاه وايد رينج اوف انيمال هوست، انيمال كتير قوي ممكن تبقى فيها ايزوسبورا. الهابيتات احنا قلنا ان هي كل الايمليديا في الانتراسيلولار في الانتستاينال ابيثيليوم، يبقى انا عندي الهابيتات في السمول انتستين.
طيب diagnostic stage unspirulated oocyst اللي نازل من جسم الانسان unspirulated oocyst اللي هو شكل ايه في السلايد اللي فاتت اللي هو عبارة عن خلية واحدة. يبقى هنا السبيريليشن حصل فين؟ السبيريليشن حصل outside the host. infective stage السبيريوليتد oocyst، لكن الانسان يصاب بانه stage السبيريوليتد oocyst اللي هو كان disporocystic tetrazoic. المود اوف انفكشن فيك اورال، يعني بيتلوث الفود اور ووتر بالسبوريليتد اوسيست او عن طريق حتى الذباب لان حجمها صغير قوي او الفود هاندلر. تمام، فيك اورال روت، بعد كده بتنزل في الانتستاينال تراك ويحصل لها ايه بقى اللايف سايكل. السبوريليتد اوسيست احنا قلنا دايسبوروسيستيك تيترازويك هينزل في الهوست هيحصل له شيزوجني. الاول السبوروزويت اللي جوه هتبقى ريليز هتطلع من السبوريليتد اوسيست، كل واحده فيهم هتبدا سايكل اوف شيزوجني. فاكرينه اللي هي النيوكليس تبقى ديفايدد انتو سيفرال فراجمنت فراجمنت كتير قوي، كل فراجمنت تاخد جزء من السيتوبلازم وتعمل لي حاجه اسمها ميروزويت جوه شيزونت يرابشر، والميروزويت تطلع وتعمل لي انيو انديفيدوال. طيب بعد سايكل اوف شيزوجني يحصل جاميتوجني، كام خليه من الميروزويت هتبقى ديفرنشيتد لماكرو ومايكرو جاميت، يحصل لهم فيرتلايزيشن ويعملوا له الاوسيست. واحنا اتفقنا ان الاوسيست ده بينزل من جسم الانسان unsporulated، ينزل في البيئه في الانفايرمنت يعمل لي السبوريليشن اللي هو الاوسيست. النيوكليس اللي جوه تبقى ديفرنشيتد انتو two sporocyst، وكل sporocyst يبقى النيوكليس بتاعته differentiated into four sporozoid. يبقى هعرف في الـ isospora اني الدياجنوستيك ستيج unsporulated oocyst، وده اللي بيبقى نازل من جسم الانسان. الانفكتيف ستيج sporulated oocyst اللي يعدي الانسان sporulated oocyst. تمام، يبقى انا استنتجت ان sporulation حصل outside the body. تاني member of family Amrida الجينس كريبتوسبريديم. في نوعين من كريبتوسبريديم مهمين في الإنسان، كريبتوسبريديم بارفوم وكريبتوسبريديم هيومنس. الهوست بتاع الهيومن wide range of animal host، وبيحصل كروس انفكشن ما بين الانيمال دي والهيومن. الهابيتات بتبقى موجودة على البراش بوردر وفي الابيثيليال سيل اوف انتستين، كمان البراش بوردر ده موجود في الجول بلادر وفي الريسبيراتري تراك. طب الاوسيست بتاعها، الاوسيست بتاعها حجمه صغير قوي فيري مينيوت من 4 لـ 4.5 مايكرون حجم الار بي سيز. بقى عشان حجمه صغير فهو ما فيهوش سبوروسيست، في على طول سبوروزويت، في 4 سبوروزويت، والسبوريوليشن بيحصل انسايد ذا هوست انسايد ذا بودي. طيب بيقول لك ان في نوعين من الاوسيست، نوع سيكول ونوع سينول. السينول بيقول ان هو بيرابشر جوه الهوست وبيعمل اوتو انفكشن، بيعدي الانسان تاني والسيك وول ده هو اللي بيطلع في الانفايرمنت وبيعمل الانفكشن العادي اللي هو يعدي انذر هوست. اوتو انفكشن يعني الانسان يتعدي من نفسه، اوتو انفكشن الانسان يعدي نفسه. في نوعين من الاوتو انفكشن، انترنال زي هنا ان الاوسيست السين وول دي رابشر والسبوروزويت الصغير يطلع ويعدي سيلز تانية جديدة او ويعدي الانسان تاني، ده internal auto infection. وفي external auto infection ان الهوست ياخد الانسان ياخد في ضوافره مثلا الاوسيست ومن ما بيغسلش ايده بعد التويلت وياخد الاوسيست ويرجع يحطها في بقه فياخد الانفكشن، ده اسمها external auto infection. السيك وولد اوسيست ده بينزل مع الستول من الهوست وبيعدي انذر هوست. الدياجنوستيك ستيج اوف كريبتوسبريديم اللي قلناها السبوريليتد اوسيست لاني السبوريليشن حصل انسايد ذا هوست. الانفكتيف ستيج السبوريليتد اوسيست، وده شكل اللي قدامنا، ده شكل الاوسيست بتاعي السبوريليتد في 4 سبوروزويت مفيش سبوروسيست. المود اوف انفكشن فك اورال واوتو انفكشن زي ما شرحنا، السين وولد اوسيست بيرابشر وبيعدي الهوست تاني.
اللي هو internal auto infection في الأورال عن طريق contamination of food or drink بالسبوريليتد أوسس. اللايف سايكل زي الايزوسبورا الشيزوجني. السبوريليتد أوسس لما يدخل جسم الإنسان بيدخل سايكل اوف شيزوجني، بعد كده تو سيلز بيبقى ديفرنشيتد الماكروجاميت والميكروجاميت ويحصل الأوسس. الأوسس يحصل له سبوريوليشن within the host، وده الفرق مع الايزوسبورا. اخر ممبر اوف انتستاينال بارازايت بروتوزوا البلانتيديم كولاي. والبلانتيديم كولاي فاكرينها كانت السنجل في حاجات كتير، السنجل السليت، السنجل اللي هي ريبروديوس باي كونجيجيشن، السنجل الوحيده اللي كان ديفرنشيتد ريبروديوس باي ترانسفيرس بيناري فيجن. تمام. طيب لو قلنا البيزك بتوع البلانتيديم كولاي المورفولوجي هتاخدوه في السكشن بالتفصيل. البلانتيديم كولاي وكمان كانت الوحيدة اللي فيها كومباكت نيوكلس كورت البولينج. البلانتيديم كولاي بتعمل لي مرض اسمه بلانتيديزيس منتشرة، ديستريبيوشن جيوغرافيكال ديستريبيوشن بتاعتها منتشرة. الهوست بتاع المال والريزرفوار هوست بتاعها البيكس. الهابيتات في اللارج انتستين خصوصا السيكا. عندي الدياجنوستيك ستيج والانفكتيف ستيج هي السيست. المود اوف انفكشن فيكو اورال يعني عن طريق الانجيشن اوف سيست اللي هو الانفكتيف ستيج في الفود اور درينك او عن طريق الفلاي ذباب او الفود هاندلر. البلانتيديم كولاي دي اكزامبل اوف زونوتيك بارازايت عشان هي في الاصل البارازايت اوف بيكس وبتيجي للانسان اللي هما in close contact with pig، الناس اللي بتربي خنازير او عايشه قريبه من الخنازير. كمان ممكن تبقى موجوده في الهورس والكاتل والرودنت. ولو وصفت البلانتيديم كولاي وهتاخدوه في السكشن العملي ان هي largest بروتوزوا infecting human على مستواكم انتوا، انها اكبر بروتوزوا بتصيب الانسان. الدياجرام ده بيوضح اللي هو two way of reproduction بتاعة البلانتيديم كولاي اللي هي transverse binary vision و conjugation. وده كمان الدياجرام ده بيوضح برضو طريق two way of reproduction of بلانتيديم كولاي.